لمزيد من التفاصيل معنا السيد محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب. مرحبا بك معالي السفير. أهلا وسهلا يا فندم. بداية معالي السفير، هذا البيان الرباعي، مصر والسعودية والبحرين والإمارات، يعني هذه الأجواء الساخنة في المنطقة العربية والمنطقة الخليجية، كيف قرأت سيادة السفير هذا البيان الرباعي وإدراج العديد من الأسماء والكيانات كمنظمات إرهابية؟ أنا أعتقد أنه يعني دبلوماسية الدول الأربعة قامت بعمل أنا بشوفه إن هو يعني إعلان حرب سياسية على الإرهاب في محاولة لتكثيف عناصر الإرهاب، وده يعني الحكمة فيه إن هو كانت هتكون تحت مظلة مجلس الأمن اللي هو كان أصدر قرار في 28 سبتمبر في 2001 رقم 1373 بيجرم كل من يقوم بتمويل الجماعات الإرهابية بطريق مباشر أو غير مباشر، وبيعتبر أن ده بيهدد السلم والأمن الدوليين. فأنا أعتقد أن الإجراء ده إجراء يعني كان يجب أن يتم، لأنه بيضع المواجهة مع الإرهاب في إطار قانوني، وأيضا بيحفز الدول المترددة حتى الآن في اتخاذ موقف صارم من هذه الجماعات والدول التي تمولها، أن هم يكونوا أكثر جرأة وعندهم قدرة أكبر على التعاطي مع مثل هذه القرارات والوقوف بحزم أمام هذه الجماعات. فاللجوء لمجلس الأمن أعتقد أن هو كان قرار صائب، لأنه بيضع الأمور في نصابها ويضع العالم أمام مسؤولياته. نعم سيادة السفير، يعني في حديثنا مع بعض المعارضين القطريين يقولون بأنهم يمتلكون الأوراق العديدة للضغط على الأسرة الحاكمة وعلى الحكومة القطرية. كيف ترى سيادة السفير، كيف يمكن أن يعني تمد هذه الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات والبحرين يد العون والمساعدة والمساندة للمعارضة القطرية للوقوف بجانبهم بهدف أن تخرج قطر من هذه الأزمة؟ لا طبعا، من الممكن ان الوثائق اللي هم يمتلكوها دي هم يقدموها للسفارات الخاصة بالدول الأربعة في أي مكان في العالم، وممكن ان هذه السفارات تستعملها بعد كده في متابعة القرار أو متابعة يعني الدمارش اللي حصل أو اللجوء إلى مجلس الأمن اللي حصل أمس، في ان هو يقدم دلائل دامغة على فعلا تورط النظام القطري. فبسهوله جدا ممكن قوي ان هم يعني يتقدموا بهذه الوثائق وتستعمل كوثائق وكقرينه على وقوف النظام القطري وراء مجموعات ارهابيه منتشره في جميع انحاء العالم. واعتقد انه ده امر سهل، يعني مش هيكون بالنسبه لهم في مشكله في ان هم يتقدموا لاي سفاره. طب سياده السفير، ما هي رؤيتك لموقف تركيا وايران حيال قطر الان، من دعم لوجستي من جهه ودعم عسكري من جهه اخرى؟ يعني ده امر يمكن يكون كان متوقع انه دي قوه اقليميه تركيا وايران، اعني بهذا، وهم طبعا لو وجدوا فرصه سانحه في ان هم يقفزوا على المشهد ويتدخلوا ويصيبهم يعني بعض التحسن في وضعهم الاستراتيجي او الاقتصادي حتى في الفتره القادمه. اعتقد انه تركيا ممكن الضغط عليها وممكن انها تتراجع عن سياستها، ولكن ارى ان ايران هيكون بالنسبه لها هذا الامر يعني امر يفتح شهيتها للتمدد داخل قطر، ولو ان انا اعتقد ايضا ان الولايات المتحده الامريكيه لن تكون سعيده بتواجد ايراني على ارض قطر في الوقت اللي فيه قاعده امريكيه فيها جنود امريكان في نفس المكان. فالامور لسه لم تحسم بعد، ولكن من المؤكد انه حصل بعض الخلل الاستراتيجي في التوازن القوى في المنطقه نتيجه محاوله تركيا وايران للقفز على المشهد واستغلال يعني المساله ديت والتواجد في قطر بشكل اكبر. ولكن لا ارى يعني ان الامور سيتم حسمها بهذا الشكل، وقد اعتقد ان النظام القطري بيحاول ان هو يدعم موقفه ويظهر بالمظهر القوي حتى يستطيع فيما بعد ان هو اذا دخل في تفاوض مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي ان هو يكون بيتفاوض من مركز قوه وليس من مركز ضعف.
نعم سيادة السفير، الحديث عن الشعب القطري الذي لا ذنب له في كل ما يحدث من سياسات متهورة من قبل يعني الأسرة الحاكمة، ماذا على الشعب القطري الآن أن يقوم به؟ يعني طبعا للأسف النظام الحكم في قطر هو شبه بوليسي أو بوليسي، وبالتالي أنا أعتقد أنه المعارضة القطرية موجودة خارج الأرض القطرية. اليوم علمت أنه في عملية تسريح لبعض كبار الضباط من الجيش القطري، وده يمكن تحسبا لفكرة أنهم يقوموا مثلا بعمل انقلاب أو ما شابه على النظام القطري. ولكن أنا يعني بعتقد أن الشعب القطري حتى الآن هو ضحية لهذا النظام، ولا أرى أنه يملك المقومات الكاملة لإزاحة هذا النظام بشكل يعني سلمي أو حتى غير سلمي، ويجب أن احنا نساعد هذا الشعب ونقف معه. ولكن في النهاية النظام القطري طبعا ما عندوش أي مانع أنه يضحي بمصالح شعبه في أجل من أجل البقاء ومن أجل التواجد على سدة الحكم هناك. نعم سيادة السفير، الحديث عن بعض الأسماء والكيانات التي تم إدراجها كجماعات إرهابية في هذا البيان الرباعي، يعني إلى أين الوجهة لهذه الأسماء بعد أن يخرجون من قطر ومن تركيا؟ لا احنا ليه فرضنا ان هم هيخرجوا من قطر؟ انا شايف ان قطر اعلنت امس ان هي لن تدفع اي احد التجأ اليها او يعني اهتم بها في انها تخرجه من اراضيها، وبالتالي احنا لسه من السابق الاوان ان احنا نشوف ان هؤلاء الناس هيكونوا يعني عرضه للطرد من دوله قطر. ولكن اعتقد انه هيكون في تفكير، ولكن سياده السفير يعني عذرا المقاطعه، هناك بعض الاراء تقول بان هذه الاسماء سيهرولون يعني في خلال 48 ساعه الى دول اخرى والى وجه اخرى ومنها ايران على سبيل المثال. ممكن ايران هتكون ملاذ امن بالنسبه لهم فقط، لكن ما اعتقدش ان في اي دوله ثانيه هتقبل ان هم يلتجوا اليها او تكون ملاذ امن لهم. نعم. لكن ايران ممكن، لكن انا اعتقد انه قطر حتى الان سياستها كانت واضحه ان هي لن تدفع احد الى المغادره، ولكن من المؤكد ان هذه التنظيمات وهذه الجماعات سوف تفكر في القفزه الثانيه ستكون اين نتيجه او تحسب لاي قرار يصدر من مجلس الامن او حتى ان قطر يعني تؤكد ان هم لازم يخرجوا. نعم سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، أشكرك.